يعني عبد الحليم نقدر نقول ان كان عنده عبد الحليم كان عنده كان غيته انه يقول لي كلام كل يوم مش صحيح بس عارف ان انا هصدقه، فكان يضحك عليا كل يوم بقصص وانا اقول يا معقوله دي، انا عمري ما سمعت عن الحكايه دي، ويستلم الناس يقول لهم انا هقولها كده وانتوا تقولوا اه مظبوط الكلام ده، ونكت وضحك طول الوقت عبد الحليم. فريد كان شخصيه تانية خالص، كان جد جدا، حزين لحد ما، وحيد لحد ما. الى حد ما يعني و عايز باستمرار الواحد يحاسب على احاسيسه ويمدح في اعماله وكده.